أكثر من 6 سنوات وما يزال ملف المغيبين قصرا طي الكتمان، ويجهل مصيرهم إن كانوا أحياء في السجون أو التحقوا بتعداد الأموات. ما تزال مئات العائلات الموصلية تبحث عن مفقوديها ممن اعتقلهم تنظيم داعش عقب اجتياحه للمدينة صيف 2014، وممن فقدوا أثناء تقدم القطاعات العسكرية واستعادة المدينة. عائلات لم يبقى لها أي معين تصارع قساوة الحياة ومتطلباتها اليومية. احنا نطالب بالحكومة، نطالب بالبرلمانيين يسألون على أولادنا، يشوفوا لنا يصبهم اش مصيرهم، يعني اش مصيرنا نحن أهاليهم. وقفتنا على مدى المظلومية، ابني صار فوق 7 سنين كل شيء معروف عنه وبريء، وهو طلع من سبب الدواعش، طلع من موصل جديد إلى حي الوحدة، كان ضغط من سبب الدواعش. فكانت الفرقة اللي موجودة غادي إلى 16 وفرقة الرد السريع وفرقة الاتحادية، ما أعرف أي فرقة أخذته. استمرار تجاهل الحكومات لذوي المغيبين قصرا دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية تطالب بالكشف عن مصيرهم ومعرفة أماكنهم إن كانوا أحياء أو أموات. فقط 3/12/2014 ولحد الآن كل شيء ما شفنا عن ولدنا، ولدنا موجودة، ولدنا جايجينا خبر منها، والحكومة أي خبر ما جعت تنطينا عن ولدنا. ويواصل ذوي المفقودين البحث في كل مكان لمعرفة مصير أبنائهم أو على الأقل للعثور على جثامينهم ليواروا ثرى بغية احتسابهم ضمن تعداد من أعدامهم التنظيم الإرهابي في ثانية كبرى مدن البلاد. عمر أزيدي، وان نيوز، الموصل.